السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكلكم تفاؤل وطاقة إيجابية. اليوم موضوع جديد وفيديو جديد، يلا نبدأ. بلاتي بلاتي، بغيت نذكركم في هذاك الزر الأحمر اللي كاين تحت الفيديو، وبغيتكم كاملين تكليكيو عليه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. إلى عجبكم المحتوى ما تنساونيش من التعليقات الإيجابية والمحفزة ديالكم. RMAT جامعة أستراليا دار دراسة على العلاقة ما بين لاسونغي دالارم وكيفاش كنفيقو كندوزو النهار. الدراسة دارت على 50 واحد في ظرف عام، وكانت لاكونسين هي أنه كل واحد منهم خاصو كل نهار من 365 يوم يفيق وإيمادياتمون يعمر واحد لو فورميلاغ في ديك 4 سوايع مورا الفيق، وفي كل مرة كيبدلو ليه لاسونغي دالارم كيشوفو كيفاش كيستجب ليها وواش ديجا كاينة استجابة انطلاقا من المردود اللي غيبان في الفورميلاغ. العلماء خرجوا بنتيجة وهي أنه الصوت والنغمات ديال الألارم هي أكثر ما كيأثر في المود وفي البورسنتاج الفياق ديالنا أكثر 100 مرة من تأثير ديال الكافيين، وباللي صحيا خاصنا نحرصوا على أننا نبدلوا لاسونغي كل مرة ولو نكون مرتاحين فيها. كبرنا وحنا كنسمعوا في المدرسة باللي كل واحد منا عنده 5 الحواس. مؤخرا تطور الامر شويه ولينا كنسمعوا بالحاسه السادسه، الحدس اللي ما كيمتلكوهاش كاع الناس، ولكن عمرنا ما تسالنا منين جات هذه المعلومه. اولا هذه المعلومه عمرها ما كانت حصيله علميه او لا حقيقه علميه. المفاجاه الكبيره هي انها جات من تفكير فلسفي محض لا غير من عهد افلاطون وارسطو، وبقى هذا التفكير طاغي حتى العقود الاخرى اللي بداو كيديروا فيها دراسات، واكتشفوا العلماء باللي الانسان عنده لحد الان تقريبا 20 حاسه، وبلي هذا العدد قابل للزياده في السنوات الاخرى بما انه الابحاث ما زالت سائره. كل واحد منا خلق الله بانف بثقبين لتيسير عمليه التنفس، هذا امر واضح، ولكن المساله اللي فيها لبس هو انه لا ماجوريتي كيعتقدوا بلي عمليه التنفس كتم استعمال الثقبين في ان واحد. الا كنتي من هذه الماجوريتي جا الوقت باش نصح ليك المعلومه. علميا الانسان كيتنفس من فتحه واحده، وهذا الشيء كيتبدل كل 4 سوايع. اكيد الله ما دارش هذا الشيء عبثا، لانه مؤخرا وفعلا العلماء اكتشفوا بلي فاش كنتنفسوا من الفتحه اليمنى كتزاد نسبه الجليكوز في الدم، كتزاد معها نسبه الاكسجين في الدماغ، وهذا الشيء كينشط الدماغ الايسر. هي فاش كنحسوا بلي عندنا قابليه كبيره للتحليل والتركيز وكنكونوا منطقيين وواقعيين اكثر. وحيث الله خلق التوازن في كل شيء، كيخص يجيو 4 سوايع التاليه اللي كنتنفسوا بها من الجهه اليمنى، فكينشط الدماغ الايمن، وهنا كنوليو مبدعين وفنانين اكثر. اغلبيتنا كيعتقدوا بلي من بعد الحمام كيتقلصوا الصبع ديالنا بسبب كثره الماء، ولكن هذه معلومه علميا تماما مغلوطه. دراسات جديده تبارت على هذه المساله، ولقاو بلي السبب الاساسي هو الجهاز العصبي اللي كيصيفط اشارات للاوعيه الدمويه في ديك لازون من الجسم كيامرها باش تقلص، سو كي في العضلات الجداريه كتضياق، وهذا الشيء اللي كيعطي داك الشكل للاصابع ديالنا. نهايه الفيديو اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. في انتظار العمل الجاي بغيت نوصيكم انكم تحاولوا ديروا اليوم شي حاجه تكون زوينه ليكم وللكون، ابتسموا بزاف، ضحكوا بزاف، عيشوا مزيان، وصلوا في راسكم.